تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن لبحث الأوضاع الإقليمية في الشرق الأوسط وخاصة في قطاع غزة، حيث أشار الرئيس السيسي إلى ما قامت به مصر من جهود فائقة على مدار الأشهر الماضية لإدخال المساعدات الإنسانية وما تقابله تلك العملية من تحديات وصعوبات يجب تذليلها، مشددا على أن مصر ستستمر في جهودها لتقديم الدعم لأهالي القطاع لتخفيف وطأة المأساة الإنسانية الجارية عليهم، ومؤكدا ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه تحقيق تلك الأهداف. من جانبه أشاد الرئيس الأمريكي بالدور المحوري الذي تقوم به مصر وجهودها الإيجابية على جميع المسارات ذات الصلة بالأزمة الحالية، ومؤكدا دعم الولايات المتحدة لجهود مصر الدؤوبة لإنفاذ المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة. أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تسلمت 85 شاحنة مساعدات إنسانية من الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح، مضيفة أن شاحنات كانت محملة بالطعام والماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية. أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية استمرار حرب الإبادات الجماعية المتواصلة على أهل غزة لليوم 113 على التوالي في إمعان إسرائيلي واضح على استكمال تدمير القطاع وتحويله إلى مكان غير صالح للسكن، مؤكدة أن الوقف الفوري لإطلاق النار هو شرط ميداني وعملي لإلزام إسرائيل القوى القائمة بالاحتلال بتنفيذ الإجراءات التي أقرتها محكمة العدل الدولية. يعقد مجلس الأمن الدولي الأربعاء المقبل اجتماعا للنظر في قرار محكمة العدل الدولية الذي دعا إسرائيل إلى منع أي عمل إبادة جماعية محتمل في قطاع غزة. قالت منظمة أطباء بلا حدود إنه لم يعد هناك نظام صحي عمليا في غزة بعد أن أصبحت معظم الخدمات في مستشفى ناصر معطلة بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع، مشيرة إلى أنه يتعين على أفراد الطاقم الطبي القلائل الذين بقوا في المستشفى التعامل مع مخزونات منخفضة جدا من المعدات الطبية. قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها نفذت ضربة ضد صاروخ حوثي مضاد للسفن يستهدف البحر الأحمر، مشيرة إلى أن صاروخا مضادا للسفن أطلقته جماعة الحوثي اليمنية ألحق أضرارا بناقلة نفط في خليج عدن. قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بتعليق إبرام عقود جديدة لتصدير الغاز المسال ووقف بناء محطات تصدير الغاز الطبيعي يساعد على تعزيز قدرات روسيا ويضعف أمن الطاقة الأمريكي ويدفع الاتحاد الأوروبي إلى الاعتماد على الصادرات الروسية. ألقت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط الكلمة الافتتاحية بالجلسة المعلوماتية في إطار برنامج التعاون الإقليمي الجديد مع الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنه في ضوء حرص الوزارة على تعظيم وتحقيق أقصى استفادة لمصر من هذا البرنامج، فقد تم تمويل ما يقرب من 26 مشروعا في العديد من القطاعات ذات الأولوية. شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب إقبالا جماهيريا ضخما في نسخته 55، حيث سجل اليوم الثاني من المعرض رقما قياسيا جديدا لإجمالي عدد الزوار والذي قارب على 400,000 زائر، ليتجاوز عدد الزوار خلال يومي المعرض 500,000 زائر، وليصل إجمالي عدد الزوار إلى 605,052 زائر. وقالت وزيرة الثقافة نيفين كيلاني إن الوزارة تراهن على وعي الجمهور وحرصهم على تحقيق أقصى استفادة من هذا المحفل.